احنا نجيب قلوحه قلاحه مش مشكله ونفرطها تنزل على الارض اكيد في حمام هينزل من الشجر يبدا يلقط نمسك حمامايه من هنا قبل ما تبلع نتففها للدره ونربط فيها المفتاح ونطيرها هم بقى يرشوا كورن فليكس فوق في البلكونه دي لما يرشوا هناك اصلا ده دره مسكر يعني بيعلوا علينا فالحمام هتروح واه خطه ذكيه يا سيدوني بس هم ما عندهمش كورن فليكس هندخلهم كيف كورن فليكس سؤال ذكي سؤال ذكي برضو ممكن من تفاصيل المكتب القهوجي نجيب منه شويه لبن نحطهم على الارض القطط هتتلم بتحب اللبن ننقي واحده هي بتشرب امسكها من هنا اعمل لها تطلع كل لبن اللي فوقها عشان ما تشبعش ونربط في القطه المفتاح المفتاح حاطينه في الحمامه ايوه صح صح معلش معلش سيدوني هنربط فيها كورن فليكس ونسيبها هم فوق بقى واحد يكون واقف بيبدر سلمون يزفر بالظبط هتشم تطلع جري يمسكوها ياخدوا المفتاح خطه ذكيه يا سيدوني بس هم ما عندهمش سلمون هندخلهم سلمون كيف زي ما دخلنا كورن فليكس يا ادرس ما تحققهاش